approchez, approchez. Le petit de l'orange, la troisième égratignon se dépêche avec un repas de bon. Vive les pommes de terre. Ah, les belles pommes de terre. بونجور اهلا قد ايه صار لك عايشه بباريس؟ 3 ans. شو بتشتغلي؟ بشتغل سيرفيس في اوتيل. وليه ما بتشتغلي ببلدك؟ ليه جيتي لهون؟ والله ما فيش خدمه عندنا في البلد و اون بليس هذه الخدمه بيقولوا عليها عيب. طيب ثانك يو. ليش جيت على باريس؟ Qu'est-ce que mes projets à venir à Paris? Il n'y a pas de différence entre Paris et notre bled là-bas. C'est un unique peuple. On a vécu toute notre vie avec eux et on parlait leur langue et on connaisse mieux quand même. طيب, thank you. حياتكم بسيطة. تعملي اللي بدك اياه، ما حدا بيقلك شو لازم تعملي وشو ما لازم تعملي. بدك تحبي بتحبي، بدك ترقصي بترقصي، بدك تشلحي ثيابك وتمشي بالشارع بالظلط، بتشلحي ثيابك وبتمشي بالشارع بالظلط. جيت لهون من شان الحرية، انفلات، حب والسعادة. شو بتشتغلي؟ أي شي بطلع مصاري. عمري ما حسيت بأنها هذه بلادي. جيت هربانة من اخواتي الرجالة اللي كانوا باغين يقتلوني عشان حبيت ولد جيراننا. هربت منهم وجيت لهاد البلاد ودورت على اي شغلانة باش نعيش، ونحمد الله بشتغل في بوتيك. وكم خي عندك؟ 8، 3 رجالة و5 بنات، انا الصغيرة فيهم. وبيك عايش؟ لا مات. وأهلك ما بيعرفوا عنك شي؟ لا، أمي تعرف وببعت لها فلوس عشان تصرف على أخواتي. مش قلتيلي إنه أخواتك رجال؟ إيه، بس ما بيشتغلوش. وهن عارفين إنك عم تبعتي لهم مصاري؟ أكيد عارفين، بس بيستعبطوا. الفلوس بتنسي الناس كل حاجة. اشتقتي لبلديك؟ عمرها ما لاحت من بالي لحظة واحدة. انت لبنانية مش كده؟ بتحبي الكسكسي؟ كثير. بتعرف تعملي كسكس؟ طبعا بعرف. طب انا عزماكي على الكسكس. ايه؟ عشان حبيت ولد جيراننا. وشاحي القلب. اهرب. تحسي كده ان كلامها طالع من قلبها. انا لازم اشوفها. انا حاسه ان انا لو رسمتها لوحتها هتبقى اهم لوحه في المعرض. انت تعرفي مكانها؟ اكيد، ولو عزمتنا لعندها وقالت لي انه بتعمل اطيب اكل كسكس بباريس. بتصل فيها هلا وبنروح لعندها. شفت يعني هي حلوه ازاي؟ انا لازم ارسمها. اهلا اهلا اهلا، مرحبا بكم. البيت نور. بعرفك على عايده صديقتي ورسامه من مصر. اول ما شفتك بالانترفيو قالت لازم ارسمها. ترسمني انا؟ سابت كل البنات الحلوه اللي في باريس وترسمني انا؟ طبعا، ده انت زي القمر. تفضلوا تفضلوا. مرحبا بكم. حالا نحضر لكم العشاء. هي غنية قوي كده؟ مش معقول. شو طيب هالكسكس؟ أطيب كسكس لقيته بحياتي. على فكرة رح كون عندك زبونة دايما من هلا ورايح، بدك تحملينا. عندنا بقى في مصر بناكل الكسكسي بالسكر. عندكم كل حاجه بالسكر، واولهم انتي. ادفو دموازيل ومدام. انا عايده وبس، لا دموازيل ولا مدام. انا بقى اكلت اكل بكفينا 4 ايام. بالهنا والشفايه الحبيبه. ميرسي. شقتك حلوه قوي، تكسبي كويس؟
داكسي دفعت فيها غالي بزاف. روحت منا بهاد الغربة تلقى نفسها ضيعة ما تعرف تقول ايه ولا لا. اللي تشوفه قدامها ممكن يريحها كتعملو. الا جات تعمل حساب لكل حاجة عمرها ما تفلح، وخاصة انك عايشة بمجتمع ما في حدا يراقبك ولا خاي حدك يقلك شو لازم تعملي وشو ما لازم تعملي، ولا اهلي حاسبوك على كل خطوة عم تعمليها. سيبك من الكلام ده دلوقتي وسيبيني اسأل سعيد. ها هتجيلي الاستوديو امتى عشان ابدأ ارسم؟ معاد معرضي قرب. ويلي ويلي ما نقدرش نجيلك من غير ما ناخذ اذن من عند السعلي، راكي حاسبني على كل خطوة كنعملها. ليش انت مجوزة؟ قدري تقولي ولي امري او الرئيس بتاعي في الشغل. ما نقوم نعمل لكم كوباية شاي خضر من هنا. ما تقلقيش انا ممكن اروح له واقنعه وحيوافق ان شاء الله. عبالي كتير اسمع شي لأم كلثوم. عندك شي شريط؟ واللي غنيكم أم كلثوم. وبتغني كمان؟ وأم كلثوم مرة واحدة؟ يا سلام. طب غني لنا يلا. يلا غني يا سعاد. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني، غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. المغنى حياة الروح يسمع العليل تشفيه، المغنى حياة الروح يسمع العليل تشفيه، وتداوي كبد مجروح تحتار الأطباء فيه، وتخلي ظلام الليل في عيون الحبايب ضي. شوي 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 غني لي غني وخد عيني، غني لي شوي شوي غني لي وخد عيني، غني لي شوي شوي غني لي وخد عيني. سعاد اجي اجي اجي. لما بتعرفي تدافع عن حالك بخافوا منك، وما تنسى نحن بعصر مليان زعران. على رأيي. عارفه يا امل، سعادتي بتفكرني بنص بنات مصر اللي بيدوروا على راجل يتحموا فيه وخلاص، دل راجل ولا دل حيطه. مانك شايفه هذا اللي معي اللي مسميته ريس تبعها؟ شكله مثل الحيطه تمام. البنت دي جواها حاجه حزينه نفسي اعرفها. ومين منا ما في شي جواته حزين؟ تفتكري وجودنا في فرنسا حيغير فينا حاجة؟ هذا سؤال صعب جاوبك عليه هلا، لأنه كتير جوعانة ولازم روح على جريدة هاللحظة. من القدس. انا متابعه كل تحقيقاتك في التلفزيون، وانت الوحيد اللي ممكن تساعدينا وتوري الناس الظلم والكوارث اللي عم تحصل لينا. طلعي شوفي هالصور. حديشي حاسس فينا، ما حديشي بيوقف جنبينا، الكل خايف منهم ومن نفوذهم. بنتي ماتت قدام عيني يا صغيرتي،
يا نار وقايدة بجاي يمه. انا ما بخلش على القدس بولادي، لو كانوا كبار كنت زفيتهم بيدي بيدي للشهاده بدت رام القدس. بس اني صغار ما لهم ذنب، اللي ما عاد في رحمه ولا انسانيه ولا الله نسانا. استغفر الله العظيم. انا فايت اشوف رئيس التحرير. تفتكر الرئيس ممكن ينشر صور زي دي؟ تفتكر دي خطه صحفيه بالنسبه له؟ اذا ده حصل تبقى الدنيا اتغيرت، مستحيل الدنيا تتغير. عايزانا نعمل ايه؟ ننشر الصور في الجورنال ونكسب عداوه الناس في فرنسا واوروبا كلها؟ ما انت عارفه في المواضيع دي الحريه محدوده جدا، وفي توازنات لازم نعمل حسابها. توازنات شو؟ الناس عم بتموت، ونحن كجورنال عربي توصلنا صور من هالنوع بتعكس الواقع والحقيقه من كبه نتجاهلها؟ واجبنا الصحفي نحافظ على موقعنا هنا في باريس، وما نغلطش اي غلطه ممكن تودينا كلنا في داهيه. طيب عن اذنك ارجعي للست دي طمنيها بكلمتين حلوين وقولي لها ان احنا هنهتم بموضوعها. يعني هذا اخر كلام؟ نسيتيني كنت عايز اقول لك ايه. قدرت اخد موافقه الزعيم اللبناني بشاره ان هو يدينا حوار ينفرد بيه جورنالنا. كده تبقى اكبر ضربه صحفيه تهز العالم كله. بشارة؟ هيدا سفاح ومسؤول عن نص المجازر اللي صارت بلبنان. عظيم، انت بشطارتك هتخليه يتكلم وهتطلعي منه العجايب. على فكرة ده طلبك بالاسم. اللي هو بيعرفني ليطلبني بالاسم؟ ضروري شافك في حتة او شاف البرنامج اللي انت بتقدميه في التلفزيون. ده راجل نمس ما بيفاوتش حاجة حلوة ابدا. وشو خص الحلاوة بموضوعنا استاذ حسام؟ الحلاوة يا امل تفتح كل الابواب. رئيس التحرير اهتم كتير بموضوعك وصوريك، ونحن كمان رح نعمل اللازم. عن جد؟ ولا يهمك، ما تعطي الهم. الله يحفظك يا بنتي، انا كنت عارفة انه الله ما رح ينسانا، وانه الدنيا لسه فيها نخوة وشهامة. بخاطرك يا بنتي. مع الف سلامة. طبعا كذبتي عليها. شو كنت بقدر اعمل غير هيك؟ بتعرف مع مين رئيس التحرير بده ياني اعمل انترفيو؟ مين؟ بشارة ابو زعتر. بشارة ابو زعتر؟ ده اغزر بني ادم شفته في حياتي. مسؤول عن نص جرائم لبنان، بيتاجر في المخدرات والسلاح. راجل زي ده هيكون عنده يقول. شو عرفني انا؟ على كل حال ما جاوبته اذا رح روح ولا لا. انت مش عارفه سمعته، كان لازم تقولي لا. وبعدين اشمعنى انت؟ كمان طلبني بالاسم. يبقى عجبتيه. هو رئيس تحريرنا بقى قواد على اخر الزمن ولا ايه؟ خلص كمال، بكفي. رفت الشغل انا. Thank you.
أي خدمة يا مدام؟ أنا عايدة صالح رسامة من مصر. في الحقيقة أنا جاية استأذنك تسمح لي أرسم سعاد عشان لوحة للمعرض بتاعي. إيش معنى سعاد اللي هترسميها؟ وشها جميل ومعبر وعينيها بتقول حاجات كتير. دخلت لدماغك. أنا جاية استأذنك إن سعاد تجيلي المرسم كل يوم. كل يوم؟ لا يا مدام. ونعمل ايه مع الزباين تاعي؟ فصلهم ولا خيط لهم ولا اعمل ايه؟ لا 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 يا ستي ابدا، لاقي موديلاتك في حته ثانيه، رم هناك في الشوارع مثل القطط. سعاد نعرف يا دي، شو اللي عرفك بيها؟ اهلا ست عايده، تفضلي. ازيك يا سعاد؟ الحمد لله. انا مستعده ادفع لك نص الاجره اللي بتديها لها اثناء جلسات الرسم، وبكده نبقى خالصين. خالصين؟ يعني ايه؟ انت بس امر، ايه اللي يرضيك وانا تحت امرك؟ انا شيء اللي بجنني هو ايش معنى سعاد بالذات؟ عشان شايفه في وشها كل مأساة الغربة. وهي اللي اشتكت لك على حالها؟ لا يا سي علي، الرسام بيشوف ويقرا للناس التانية ما بتقدرش تشوفه. عشان كده انا جايه استأذنك، لان سعاد قالت انها مش هتعمل حاجة من غير رضاك. سعاد اصيلة بنت الاصول، لكن ما نحبش تغيب عن المحل اكثر من ساعة ساعة زمن، والأجرة 400 فرنك. وأنا موافقة على كل طلباتك. واشتغلت عنده في البوتيك، حبني، بس جالي ما يقدرش يتجوزني عشان متجوز وعنده أولاد. كنت عايز أعيش والسلام، أو جاب لي الشقة اللي شفتوها ويجي بات عندي كل يومين، يعطيني فلوس بقطارة. ما بقيتش طايقة غيرته عليا، ويمد إيده عليا كل ما يحس إن حضع مني. أنت عمرك ما حبيت يا سعاد؟ حبيت والجيراننا، بس ظروف كتيرة فرقتنا، ما قدرناش نتجوز. كان فنان، هو اللي علمني أصول الغنى، بس راح وضاع زي كل الأحلام الحلوة، منهم الله أخواتي. طب وهنا في باريس ما حبيتيش حد؟ في روجيه، شاب فرنساوي عنده محل قصاد محل سيالي، بحس إنه قلبه حنين وبرتاح لكلامه، لكن ما قدراش نجلس معاه. أصلا ما تعرفيش السيالي ممكن يعمل فيها إيه لو يعرف إني كان كلمه. أنت مش عارفة تخرجي من السجن اللي حطيتي نفسك لا هنا ولا في بلد. أمال جيتي باريس ليه؟ عشان تحبسي حريتك وإرادتك؟ ما ترجعي بلدك أحسن. تعرفي يا عايدة، أنا ابتديت أحس إن بعيش دنيا جديدة من يوم عرفتك أنت وأمل. حقيقي أنا مش من مستواكم. عيب تقولي كده يا سعيد. أنا عارفة أنا إيه يا عايدة، عشان كده أنا بحس بالفخر عشان قبلتوني صاحبة ليكم. أنا خايفة كتير على أمل، حاسة إنها لسه ما خرجتش من كابوس الحرب اللي عاشته في بلادها، حاسة إنها تايهة
وحيرانة، عاملة نفسها متحررة وواثقة من نفسها، بس هي بتتحرق من جواها. أنا فاهمها كويس، عشان أنا بتحرق زيها، بس أسبابنا مختلفة. انتي مدهشة يا سعاد، انتي عارفة بس إيه اللي ناقصك؟ إنك تعرفي قيمة نفسك. ساعتها حاجات كتيرة قوي في حياتك هتتغير. شارك بعدك الرسمة ولا مازال؟ لا بعرف شوية. أنا عرفتش كل اللي أعرفكم بها. هذيك اللبنانية، هذيك المجنونة، هذيك كلكم في حال بحال زي بعض. بضلوا تصرحوا في شوارع باريس مثل القطط طول الليل، تقلبوا على أي رجل يريحكم. عيب السالي، عيب تقول هالكلام. أنت ما لميتنيش من الشوارع؟ نسيتي الأفعال الشيطانية اللي عملتيها باش نعيش معك. ده اللي يعجب النساء. خلينا من هذا الحديث، يلا نتكلموا لغة أخرى. تعالي 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 تعالي. Une chambre pour deux heures. Chambre numéro 16, troisième étage. Les clés? Toutes les portes sont ouvertes. Et bonne bourre. Mm-hmm.
ازاي سكتي له؟ مش كفايه انك عايشه معاه وهو قد ابوكي بتخدميه وتدلعيه وهو بيعاملك زي ما تكوني جاريه عنده؟ ايش نعمل؟ واروح فين؟ فوقي لنفسك يا سعاد، حاولي تطالبي بحقوقك. هو مش مأجر لك شقه؟ ليه ما يكتبهاش باسمك؟ ليه ما يفتحلكيش حساب في البنك؟ هو مش بيقولوا انه لمك من الشارع؟ يبقى تحاسبيه بقى زي بنات الشوارع، ما دام هو اللي عايز كده. مش هيرضى، هيطردني لو قلت له الكلام ده. يطردك؟ هو هيلاقي فين واحدة في جمالك وشبابك قبل تعيش معاه خدامة ومديرة أعمال؟ حاولي تكوني شديدة معاه، هددي إنك هتسيبيه وهتشوفي. النوع ده من الرجالة أنا عارفاه كويس. يا ريتني كنت كده زي ما أنتي شايفاني يا عايدة. أنتي أحسن من كده كمان ألف مرة. قولولك ده هيوديك الدنيا. يلا بينا نروح. الفنانة عايدة رستم جائزة الدولة التشجيعية عن لوحتها عيون لا تعرف المستحيل. الجائزة دي انت اللي تستحقها، لكن الظاهر ان احنا في عصر الستات. ده مكان بوس. كفاية النهاردة كده يا سعاد، نكمل بكرة إن شاء الله. مبروك يا مدام عايدة. ميرسي قوي. إدارة البعثات وافقت على بعثتك لفرنسا، وأنا واثق ومتأكد يا أستاذ خالد إنها هتطور رقابتنا هناك. متشكرة قوي يا أستاذ سلام. على فكرة ما تنسيش تمر على الإدارة بكرة عشان تخلصي باقي الأوراق. إن شاء الله. سلام. مش عايز اقول حاجه قدام الراجل، بس هي كلمه واحده. مش هتسافري يعني مش هتسافري. انا اتجوزت واحده تربي ابني، مش واحده تتصرمح في بلاد بره. ولعلمك لو سافرتي مش هترجعي لجدة تاني، وابنك مش هتشوفيه تاني. سعاد سعاد.
تحت اللي هنا يا فجرة. فاضيين تقييم عجيرة. شو فكرت تعملي مع هذا الكلب روجي؟ اندوي. خرجي من هنا فورا الى الشارع ليوم مطرحك. واقفه تتحلوني مع فرنسا وياك. هادو ما عندهم غير السرير. اشتقتي للسرير الغرب اللي انا نجيتك منه وياك. انت قبيح وليتي كتخرب. امان رئيس التحرير بيدور عليك بصوت. مالك مش على بعضك ليه؟ لا ولا هشيلك بس شوية تعب. خليني اشوف شو بده خايف يطلع معه. بس انا مالك قلت زمان كلنا ما يكون. يا عبد الله مالك انت كمان؟ ولا حاجة. ليس في الامكان ابدع من ما كان. صاحب الشقة اللي انا قاعد فيها طلب مني مهلة اسبوع عشان اسيبه. ليه؟ اساله. يمكن لوني ما عاجبه او اسمي ما عاجبه. المهم انت هتعمل ايه؟ ولا حاجه. وانا قادر اعمل حاجه. ده كان يوم اسود يوم ما سبت بلدي. على فكره حسام اخذ لي موعد مع بشاره بكره الساعه 12. انا هكلم حسام وهروح بداله. ده اختصاصي. ما تخاف علي، انا بضاي وبعرف دافع عن حالي. تدافع عن نفسك مع راجل لا عنده مبادئ ولا اخلاق ولا كرامه؟ وانت شو عرفك فيه؟ انت نسيت ان انا عشت في لبنان 5 سنين وقت الحرب عشان ارسل الجريده بتاعتي. وقتها كان في عز جبروت وكل ملفاته الوسخه كانت عندي. صحيح. انت شو يلي خليك تبقى بلبنان كل هالفتره؟ حظي بقى. تاني يوم وصلت المطار اتقفل والضرب اشتغل على ودني. ما كنتش عارف اعمل ايه ولا اطلع ازاي. وليه ما حاولت تهرب عن طريق البر؟ لاني بحب مهنتي. حسيت اني هبقى جبان لو ما غطيتش الاحداث المهمه دي. وقعدت هنا 5 سنين كانوا احسن 5 سنين في حياتي. شفت فيهم حاجات عمري ما تخيلت انها موجوده. منشان هيك انا بدي اتعرف عليه وشوفه. إيه انت عنيده ومجنونه. يمكن عشان كده بحبك. على فكره بكره افتتاح معرض عايده، بدي اياك تجي تغطيه تعمل لها صفحه كتير حلوه. شفت يا باريس عملتي فينا ايه؟ اللي بيكتب في السياسة عاوزة يكتب في الفن، واللي بتكتب في الفن عاوزة تكتب في السياسة. وليش لا؟ مش نحن جورنال عربي؟ انا تعبتك معايا قوي النهارده يا سعاد. عيب تقولي هكذا يا عايده. ان ما تعبتش عشانك حتعب لمين؟ ما خلاص ما بقى لي حد غيركم من بعد ما رماني السعالي في الشارع. الحمد لله انها جت منه عشان انا عارفه انك كنت عمرك ما هتتجرأي وتسيبيه. ولا يهمك تنامي عندي هاليومين لكتل قتيلك حلاه. الله يا ربي هنبقى نشحطط كده يمين وشمال. يا عيب الشوم عليكي. بتسمي النوم عندي شحططه؟ Félicitations, madame, grand succès. Merci. Allô? Allô? يا ريتني عمري ما سبت بلادي وجيت هنا. ادي اخرتي. اخرتك شو؟ قولي بدايتك يا ذكيه. الشاطر منا يلي ما بيطلع لورا.
تعرفي يا امل، انا احيانا بقول لنفسي يا ريتني ما كنت جيت. انا لو ما جيت كنت هلا تحت التراب. كل البنات اللي عرفتهم من بلادي تشردوا، ما فيش الا القليل جدا اللي عرف يوجه الحياه هنا. فاكرين جو ياكلوا في باريس؟ باريس كلتهم ورمتهم عظم. ما بتصور هالكلام مزبوط. انا بعرف كتير ناس تركوا بلدهم وشقوا طريقهم ونشحوا وصاروا حتى احسن من الفرنسويين. طب خلاص خلاص، خلينا نقوم نكفي شغلنا ونخلي عايدة تشوف حالها. اوكي يلا. Orangez cette fleur, s'il vous plaît. Ça va. Merci. متأكدة مش حتقل عليك؟ ولو عيب عليكي. روحي روحي على الأبرتومان جيبي أغراضك وتعي، ورح تشوفي إذا ما رجع لعندك راكع على إجري ما بيكون اسمي أمل. ربنا يخليكي ليا. نبص هنا شوية. كمال ده طلع مفاجأة. أنا كنت فاكرة كل اللي بيشتغلوا في السياسة ما لهمش في الفن. يا ما في الجراب يا حاوي. كمال تعال أنا عايزك. تعال. هي سعاد ما جاتش معاكي ليه؟ راحت على الأبارتمان تجيب أغراضها ونطرتها شوي، وبعدين خفت ما أتأخر فضلتني جاية لهون. يا خوفي يكون سي علي ده شافها وخلاها تغير رأيها تاني. ها يا ترى اتفقتوا على اللوحات اللي عايده عايزه تنشرها عندنا في الجورنال؟ عايده بصراحه انا عمري ما كنت فاكر انك فنانه كويسه للدرجات. ميرسي يا كمال. صاحبتي اكيد بتكون كويسه للدرجات. ميرسي يا حبيبتي ربنا يخليكي لي. عشان كده المعرض اللي فات بهدلتيها فيه وقلتي عليها ما بتعرفش ترسم ولا حاجه. انت لسه فاكر؟ على العموم انا سعيده بالنقد اللاذع ده اللي خلينا في الاخر بقينا اصحاب. مش بيقولوا ما محبه الا بعد عداوه؟ انا هخرج منها وبيكتبي انت الموضوع. لا يا كمال، عشان خاطري المره دي انت اللي تكتب. طيب. بعدين المعرض ده مفاجاه حقيقيه، في مزيج رائع بين الشرق والغرب. بالمناسبة اللوحة دي عجباني قوي، ممكن احجزها؟ للأسف حضرتك اخترت اللوحة الوحيدة اللي مش للبيع. ليه؟ عايز احتفظ بيها لنفسي. هو مش من حقي ولا ايه؟ على فكرة انا عزمتك الليلة على العشاء. اي ساعة هو بسكر المعرض؟ لا 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 لا، انا اللي عزمكم وفي مطعم يجنن. لا معلش، هو انا سبقتكم. انا عزمت المدام على العشاء وهي وافقت. عظيم، نحنا رح نروح سوا، هيك بنوفر عليك أكتر كمان. يلا باي. وإنت إيه اللي خلاك متأكد قوي كده أني هقبل دعوتك؟ واحد عجبه شغلك وعايز يعرفك أكتر، وبعدين مش كفاية رفضت تبيعي لي اللوحة كمان هترفضي عزومتي على العشاء؟ أنا عادي عليك كمان ساعة لما المعرض يقفل. أوكي؟ تسمحي لي بالرقصه دي؟ فين؟ هنا. بس مفيش حد بيرقص هنا. واحنا مالنا؟ وبعدين بقى هنا اللي بيحب اي حاجه بيعملها. مش قادره اصدق نفسي، ازاي قبلت دعوتك بالسرعه دي وانا معرفش حاجه عنك؟ بسيط، اعرفك بنفسي. عمر كامل، مهندس مصر، اختصاص كيماوي. بحب الفن وبعشق الفنانين. تعرف انت النهارده قضيت تماما على شخصيتي. بس انا بقى كنت عايز اسالك سؤال. هو انت ليه كنت مغمضه عين الست في اللوحه اللي انت رسمتيها؟ وليه رفضت بعهد؟ يعني مفيش سبب معين اقدر اقوله لك.
الست دي انت. ممكن كل لوحة برسمها فيها حاجة مني، وعشان كده كنت مغمضة عنيها. هي الدنيا بقت سودة قوي كده في نظر، وانت مغمض عيني بتقدر تشوف اللي انت عايز تشوفه بس. طب غمضي عينك كده وقولي لي شايفه ايه. انت ليه عملت كده؟ عشان حسيت ان انا عايز اعمل كده. بس دي اول مره قبلك، ما اعرفش حاجه عنك. ما هي البوسة دي بقى المفروض ان هي تعرفك عني كل حاجه. طب ممكن اعرفك اكتر؟ عمري ما تخيلت انك متدينه للدرجه دي. لو ما شويه ايمان اللي عندي كنت خلصت من زمان. تحبي تدخلي جوه شويه؟ كل ما اشوف كنيسه بتذكر حريصه بلبنان. كنا انا وفريد اكتر محل نحب نروح عليه. انت لسه بتفكري فيها امل؟ مشكلة انه ما بعرف اذا كان عايش ولا ميت. اوقات بحسه حدي، اوقات كتير بحس انه ما بقى رح اشوفه ابدا، وانه ضاع مثل كل شيء حلو راح من حياتي. مش ممكن تستمر كده، لازم تطلعي الموضوع ده من دماغك. خدني على البيت وتعزميني على فنجان قهوة. بأمرك. ايه ده 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 ما بحياتي عرفت راتب ابارتمون تبعي. تفضل. لا 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 ما تتعبيش نفسك، انا هقعد على الارض. طب اوكي. ودي عطاين. راح اعمل لك قهوه. لا لا القهوه هتفوقني. تعالي اقعدي جنبي. واضح انك بتقري كتير. بنسى همومي، برجع لبيروت اللي عمرها ما راحت من قلبي. احلى بلاد الدنيا واجمل ايام قضيتها فيها. اقولك الايام يلي راحت ممكن ترجع مره تانية. لبنان هترجع من اول وجديد، والحرب دي هتبقى ذكرى قديمة. انا خايفه من يلي راح، خايفه من يلي جاي. مش انت اللي تقولي كده، انت اقوى بالظاهر، بس انا من جوا مكسوره بحاجه لحمايه. انت الوحيد اللي بتقدر تحميني. بدي اسالك سؤال. تجاوبني عليه بصراحه. في حدا بحياتك؟ كان في واحدة فرنسوية اسمها باسكال، كانت بتشتغل معاها في الجورنال. قعدنا مع بعض سنتين، اضطرت تسافر عشان تروح أمريكا مع أهلها. وليه ما تجوزته وما دام بتحبوا بعض؟ لأني كنت بحبها فعلا، لكن ما كانتش الست اللي عايزها تبقى أم ولادي.
حالك، ما رح تخليني اخونه لا انت ولا اي حدا تاني. برا، اطلع برا، ما حدا رح يقدر ياخد محله. انت لو كان عايش عايش ومش انت رح تخليه يموت، انت بتكرهه. بس انا رح فتش عليه ولاقيه واثبت لك انه بعده عايش. موهي نفسك بقى، فريد اتخطف في نص الحرب في لبنان، واللي بيتخطف في الحالات دي ما بيرجعش ابدا. سامحني بليز، سامحني، ما بعرف كيف تصرفت معك هيك، بدي يكون يمكن شربت كتير. بليز رد علي، انت بتعرف انه ما لي حدا غيرك بالدنيا. بليز رد علي، رد علي. بونجور شيري، ما عادش عليا نسيبك زعلان. سعاد، سعاد انت طويل واحنا مع بعض ولا استطعتي فهمي طبيعي. انا كان حبك يا سعاد، حبي ليك مثل الطفل، مش نحكي غير عليك. ارجوك قبلي مني هدية كدليل على معزتي لك. تفضلي افتحيها وتشوفي مقدار معزتي لك. يا رأيك حلوة زوينة. زوينة بس شريتها بألف فرانك. شوف هسي علي، احنا لازم نكونوا صريحين مع بعض باش نقدروا نكملوا. كتقول كتحبني ما تقدرش تزوج بيا. يمكنش، وهذا اكبر دليل على معزتي لك. واش قلت لك مرارا وتكرارا؟ ورضيت وانا عايشه معك، ولكن بغيتك تامن لي مستقبلي. هو انا لاصق وانت لاصقه، شوش بينا بين القاضي. كيف معاك وانت كل ما تغضب مني تطردني بحال ما نكون خدامه عندك؟ انت جرحتي كرامتي بزاف قدام الناس كلهم، وهذا ما ننساهش عمري كله. وهذا هو السبب على جيت نعتذر، نطلب المسامحه ونقدم الطاعه. لا، اللي فات ما يتنساش. كم مره كذبتي عليا وثقت بيك وما تضحكش عليا بفلوسك. روجي هو اللي طمعك، مش وعدك هذه الكلمه. هذا خلينا في الموضوع، ما طلعش منه. قولي اللي تبغي وانا نعملو لك. من لي مستقبلي. ما انت تشتغلي معايا في البوتيك. البوتيك مالي حاجه فيه، لما تطردني نبقى في الشارع. باش نقول لك السي علي، خلينا نتفرقوا صحاب كما تلاقينا صحاب. ما قدرش اسيبك يا سعاد، ما قدرش اتخلى عنك. عرفتش كي مر الوقت عليا وانا قاعد استناكي مثل الكلب. لو تبغيني نرجع تكتب لي جزء من البوتيك وتكتب لي الشقه باسمي. اللي انت عايزه بس ترضي. اعطيني شيك مش حصرفه، حيبقى في ايدي ضمان. تحت امرك، بكره اجيبه لك. الا اعطيه لي الان. يا فاجره. ايش كتكتب؟ ماشي اقل من 100,000. كتير عليا. قايلي انا بوحدي وانا شكون عندي من غيرك؟ اعتبرني بحال مراتك، ولكن ماشي بحال مراتك اللي ما تسالش فيك. انا غير بغيت نامن مستقبلي من الغربه والزمان. يا لئيمه، خليني نعمل لك كاس ويسكي باش ينعشك. لا لا لا، الويسكي تنعسني، انت اللي غتنعشيني. شويكا.
الو 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 شايفة نصحتك يا عايدة؟ انا خلاص زليته، هيبقى خاتم في صباعي، هدفعه ثمن الذل اللي شفته معاه. انا كنت متأكدة انك مش هتعرفي تسيبيه. احنا مربوطين مع بعض بخيط ما نقدرش نقطعه. انا بكرهه رغم كل اللي بيعمل لي عشان يرضيني، لانه حرمني عيش سني، بس دلوقتي خلاص بقى اسيري، ما اقدرش يستغنى عني لحظه. ده حتى عامل لي حفله عشان صالحنا وعزمك انت وامل. مسيو علي منصور. اهلا وسهلا اهلا بكم صديق عمري منصور صاحب الكبر. يا رب يكون المكان عجبكم. معلوم تشيز دي صحه. انت شفت حريم السلطان مسيو علي؟ انت وعدتني نسمع صوت الست سعاد، دي الحفله دي كلها معموله عشانها ولازم نسمع صوتها. يلا تغني تغني. طبعا احب اغني. ليالي الانس في فيينا نسمها من هوى الجنة، نغم في الجو لورنا سمعها الطير بكى وغنى. تعرف انه ما كنت متخيله صوتها الاد حلو؟ والله انا خايفه عليها تبقى واحده من حريم السلطان. ما بين راني للناس ورنت الالحان، ادي الاوام مياس يا عاطف على صاحبتي. ايه اللي فاضل على الجنة؟ عمر لازم اشوفك. ايوه دلوقتي. لا مش هقدر استنى لما تيجي، اديني العنوان وانا جايلك. برافو برافو برافو، كنت هايلة. مرسي. على فكرة لو حبيت تغني أنا موجود، تقدر تيجي أي وقت. ما بينا اقصروا بينا ماشي تقصروا بينا. يلا بينا احنا نمشي. ده بغنيتي اليوم؟ أنا اليوم غتغني لي وترقصي لي بروحتي. تسمي يا بيه انت بس عشان ما مش عايز اتحرم. مش بتحرم يعني؟ طب تعالي بقى. ها
قولي حرمك قولي حرمك. ها ها بطلي ها كده. طب تعالي بقى. عارف اجمل احساس في الدنيا انك تبقى قادر تحب. مش بس يحب على فكره كمان يتحب. نفسي اعرف بتقول عليا ايه دلوقتي وانا معاك هنا. بقول عليك انك ست صادقه وان انتي ما حاولتيش تعملي معايا مناظر عشان تثبتي ان انت ست كويسه. عايزه اعترف لك ان اقتحامك ليا وجرأتك عجبوني. وجودك معايا هنا محسسني انك حره وانا احب الست الحره. راجل جميل قوي. كلهم بيقولوا كده. بس اللي اجمل منك تفكيرك. تعرف انت ايه احلى حاجه فيكي؟ سهرك. يلا نروح. شرفت. تفضل. شو بتحبين ضيفك؟ ميرسي باخذ كافيه. كافيه. حسام رئيس تحرير شكر لي فيك كثير. بتعرفي أنا بباريس مقابلاتي كتير محددة، لكن هيدي المقابلة استثناء كرمال هالعيون الحلوين. لا لا لا، ما في لزوم للتسجيل دموزيل أمل. أنا محضر لك الأسئلة كلها والأجوبة كمان. مش أريح لك هيك؟ لشو التعب والمقابلة؟ ما فيك تبعتها مع أي حدا على الجريدة ونخسر الشوفة الحلوة؟ لا لا لا. أنت من بيروت ما هيك؟ نعم. من كم سنة وأنت بباريس؟ سنتين. ألو، شو هالكلام اللي عم بسمعه؟ لا لا لا، لازم يتربوا على كريت. ما تقاطعني ولا كلب. أنا فهمت ربيع على كل شيء. كلام الزعيم هو اللي بيمشي وبس. أنا تشرفت بمعرفتك ديموزيل أمل. يا ريت بنقدر نعرف بعض أكثر وأكثر. أنا حاب استفيد من معلوماتك. حسام خبرني انك افضل وحده عنده. اي خدمه بتريدها هيدا كارتي. احلى كارت عندي هو جمالك ديموزيل امل. انت حلوه حلوه كثير. انا بحب اتعرف عليكي واعرف افكارك وارائك بالحياه. فرصه ثانيه ان شاء الله عن اذنك. Thank you.
Le chef nous a ordonné de vous ramener. Allons-y. Reculez que je puisse voir. Je sais, j'étais de là-haut. Abdallah! Un appel pour vous. شو رأيك تتعشى الليلة بالريف؟ السيارة راح تجيك الساعة 9. Oui, arrêtez s'il vous plaît. رجع بلده وكانوا قتلوه عشان اراء سياسيه. المهم اهدي انت بس اهدي. طب ليش هيك عامل بحاله؟ لانه حسام قال له يسيب الشغل اخر الشهر. حسام قال له يسيب الشغل؟ ايوه بيدعي انه بيتعاطى المخدرات وبقى سكري ومهمل في الشغل. مش ده السبب. السبب الصور اللي اديتها لنا ام حسان وعرف ينشرها. وحسام كان لازم يعاقبوا عليه. بشارة بي مبسوط منك قوي. ده لسه كان بيكلمني دلوقتي. مبسوط من شو؟ من شوية الورق المطبوع اللي عطيني اياهم؟ ما ترك لي مجال اساله سؤال واحد. شو هالانترفيو هيدا؟ ده ما يمنعش ان هو مبسوط منك قوي. ده موصيني عليكي قوي قوي قوي. عن اذنك استاذ حسام. الدنيا دي اخد وعطى. سالو مون امور. ايه شحنة الامل دي؟ انت كنت مخبية ده فين؟ انت اللي خليت كل ده يطلع بقى. انت اللي اديت العمر خمسة. تعرفي يا عايدة؟ انا ما كنتش عايش قبل ما قبلك. عمر احنا لازم نفكر بجد في مستقبلنا. احنا لازم نرجع مصر. ليه نرجع؟ هو في عقل يفكر يسيب البلد دي؟ بعد ما كون مستقبله ونجح احنا هنفضل عايشين في غربة. انا بجد ابتديت ما استحملش. انت ازاي تحسي بالغربة وانت معايا؟ معرفش. الغربة زي نبات وحش بيكبر جوانا. كل ما افتكر النيل وشوش الناس الطيبين واهلي بحس بالضياع. ايوه دي جزرنا ما نقدرش ننساها، بس برضه فرص النجاح هنا اكبر بكتير. أنا زهقت من هنا خلاص. باريس بالنسبة لي بقت زي فستان قديم لبسته لحد ما شبعت. بس
صدقني ما فيش حاجه مخلياني هنا الا انت. وطول ما انت في حضني مش هتحسي بالغربه ابدا. عمر انا ام، عندي طفل عنده 6 سنين، استنيني ارجع له. انت عمرك ما اتكلمتي معايا في الموضوع ده. هقول لك ايه، بس ابوه منعه يكلمني، مفهمه اني فضلت السفر عليه، وانا بقيت زي الشحاتة بشحت اخباره من كل الناس. بعد الطلاق ابوه خد حكم من المحكمة اني اشوفه مرة واحدة في الاسبوع في اسم بوليس. تصور اشوف ابني في اسم بوليس. لا كل ده جواكي. طب انت ليه ما بتحكيليش؟ احكي لك ايه ولا ايه؟ شوف يا عمر، انا لما سبت مصر كنت بهرب من حاجات كتير، تسلط جوزي عليا، عقدة انوثتي، ايه اللي مفروض يتعمل واللي ما يتعملش. كنت بهرب للحرية عشان أأكد فيها وجودي، لكن دلوقتي خلاص رميت كل ده من ورا ظهري. وهترجعي تلاقيها قدامك، يعني لا كأنك سافرتي ولا تغربتي، هتبتدي من الصفر يا عايدة. لا، لأني بقيت إنسانة تانية، عارفة طريقها كويس، وهكون أقوى وأنت معايا. أبقى معاكي إزاي بس وأنت في مصر؟ شو رايك اذا نشتري بيتزا ومناكلها عندك؟ ناكلها في المحل احسن. ليه عم تتهرب مني كمان؟ عشان بحبك ومش عايز اخسرك كصديق. Madame Dupont, c'est vous qui avez ouvert l'appartement et reçu les fleurs? Non. Merci. أنا ما بنعمل معي. صار لي ساعة ناطر واحد في المطعم وما شرفت حضرتك. حتى ولا كلمة اعتذار. أنا ناطرك بأي وقت تحدثي. سلك الورد عجبك. Oh là là, la plus belle voix du monde arabe. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? Ça va. صراحه تخنقت مع السي علي وعايز اشتغل. انفع؟ تنفعي. تفضلي تفضلي. ده انا هخليكي ملكه الغناء في باريس. هعمل لك دعايه ما حصلتش. هجيب لك احسن اوركسترا في باريس. كل شيء انتهى وكل واحد فينا بطريق. يا هاد البنت
كيف قدرت تعيشي من غير يوم؟ انت ملكي انت والشقه دي وكل هدوم اللي عليك. زيد بان على حقيقتك. انا لميت من الشارع وانت بنت الشوارع. وانت مش راجل. لا مش راجل، انت عجوز وعاجز رخيصه مومس. بعتي نفسك شويه الفلوس. هذه هي اخر تضحيتي وعشرتي معاك. شنو مش لك الحقيقه؟ راجل متزوج شرا مومس فلوس. انت رجل قذر وحقير من الشارع. رأيتي من الدوران في الشوارع ما تعوديش ترجعي لهنا مره ثانيه. انا لا بغيت نعرفك ولا بغيت نذكر اليوم اللي عرفتك فيه. الشارع سبيس دو بيت. خد يا حبيبتي شربي. سليني وعايرني. نسي كل اللي عملته عشان. نسي الشباب اللي ضحيت بي. كل ده عشان طلبت منه يأمن لي مستقبلي. عارفه يا سعاد العلاج بكاي اللي بيستعملوه البدو؟ اتهيألي هو ده علاجك. اللي قالهولك سيعالي جارح ومؤلم لكن مظبوط. انا قلتلك من زمان تبعدي عنه وتدوري على طريق يأمن لك مستقبلك. سمعتيش كلامي؟ وديكي دلوقتي بتدفعي الثمن. حتى انتي يا عايدة. انا برضو مجروحة زيك يا سعاد، واقفه في نص طريق مش عارفه اختار ابني وبلدي وحياتي في كفه وحبي في الكفه التانيه. مش قادره اختار ولا عارفه اعمل ايه. بس على الاقل بترسمي والرسم بينسيكي. لا انتي غلطانه، العكس الرسم بيفوقني اكتر. صعبان علي اهلي وبلدي اللي سبتهم عشان وهم باريس. انتي عارفة احنا مفروض نعمل ايه يا سعاد؟ ناخد قرار في حياتنا وساعتها كل مشاكلنا هتتحل. الدنيا بتضحك لي وانا ياما شفت كتير، بتاخدني بتحضني ومليني حبك
مبروك نجحنا يا قمر. ميرسي يا سي منصور، معروفك مش هنساه. معروف اللي انت عملتيه في الصاله اكبر معروف في الدنيا. ده كله من فضلك يا منصور. سعالي ده كلمني كذا مره وبيعاتبني، انا مش عارف انت ايه اللي كان عاجبك في الراجل ده. فلوس مش غني، حلاوه اعوذ بالله. الامان يا سي منصور. الامان ده لعبتي مش لعبته. انا عايزك تشيلي من دماغك خالص، انت النهارده اميره الغناء في باريس ومش محتاجه لحد خالص. الراجل ده لو بطل الدعم عن الجورنال هيتخرب بيتنا، وده لمصلحتك ولمصلحة الجورنال. يعني مستقبل الجريدة صار بإيدي أنا؟ ما أنتي عارفة حالتنا، وأنتي عارفة إن الجورنال ده عايش على الدعم اللي بيجي من هنا ومن هنا. على فكرة الزعيم انبسط قوي من تحقيقك. والمطلوب؟ بسيط، تاخدي له كام عدد من الجرايد اللي هو طلبهم مننا واشكري. أنا بدي أعرف هذا الرجال شو بده مني. مالي عفينا من هالمهمة، أنا ما رح روح. دي نصيحة الأستاذ كمال صاحبك؟ طيب على كل الأحوال هضطر أبلغ الزعيم رفضك. يعني الجورنال بقى مؤسسة دعارة. شايف أنه أنا وياك عاملين عليكم بيل، وأصار أنه رح لعنده وكمان وصلت معه القصة للتهديد. أنا مروح بدل ما أخش أضرب. كمال جاريف، تعود يا عمر. تامر هنا في باريس. تامر مين؟ تامر ابني. شفتي فين يا عيل؟ ما شفتوش، ماما قالت لي انه هنا في رحله مع المدرسه. ادوك العنوان بتاعه؟ لا ابوه ما قالهاش انه هو هنا، هي عرفت بالصدفه من ام واحد صاحبه. لازم اشوفه يا عمر، لازم ادور عليه. هندور عليه فين بس يا عايده؟ دي باريس كبيره قوي، وبعدين ابوه لا يمكن يجيبه هنا طول ما عارف انك موجوده. تامر وحشني قوي يا عمر، كل يوم بيعدي بحس انه هينسيني. معلش يا حبيبي ولا تزعلي نفسك، تعالي نشم شوية هوا. Thank you.
شو هالمجنون هيدا؟ ده سكران ولا مبلبع؟ لا هيدا كان بده يقتلني. يقتلك ايه بس؟ تعال هاكلك اكل الكوارع جميله جدا. كوارع بباريس؟ هي تحلى الا في باريس. تعالي بس يلا. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا منصور. سعاد شكرك ليا انك تديني بوسه. لا لا يا منصور، انت مش طلبتي الحمايه والامانه وانا تحت امرك، وفرت لي كل حاجه، عايز ايه تاني؟ شغلي دلوقتي هو حمايتي، خلينا اصحاب احسن. اصحاب؟ يبقى تعاملنا هياخد طريق تاني خالص. ايه هو الطريق التاني؟ انا بكره معزومه عند ساري عربي في البيت، عامل حفله وعازمني فيها، هاخدك تغني معايا. هيدفع كويس؟ والله بقى انت وشطارتك. أنا عارف إنك عم تشتغلي، الله يعطيك العافية. شو ما رح نشوفك؟ نحن ما بناكل ناس، بالعكس نحن مندلعهم كتير. لحد هلا كنا عم نمزح. Dirigeons vers le bois de Boulogne. Faites. كوني كلبة شوارع ما تعملي شريفي علي.
سافا؟ لبس عليك. رشيدة، انت تعرفيني؟ ايه كان عارفك، مشينا مدرسة سيدي بوتشيش. سعاد، سعاد، مي كيس كيتي في الي؟ مي الي لستومبي سعاد؟ يلا يا حبيبة الراجل مستني. تسكي لي بيل مي سي با فري، إلي مليون كوم تور. إيه اللي بتقوله ده؟ مكسيت سعاد، إيكوت، مش عاجبك الزبون، أنا موجود يا حبيبتي، ها، ما تقلقيش خالص. لا! سعاد، انت عارفه ان امل في المستشفى؟ مستشفى؟ ليه؟ حاولوا يقتلوها، ضربوا عليها رصاص. مين دول؟ حكايه وسخه، كل حاجه في البلد دي بالنسبه لنا بقت وسخه. انا خلاص قربت اتخنق. والبوليس ما عملش حاجه؟ بوليس؟ هو البوليس يعرف يعمل ايه مع الزعيم؟ انا عايزه اشوفها، احنا لازم نروح لها المستشفى. سليمي المرة الجاي؟ لا، هذا عم بيهددني هالمنحط. شو مستنيه؟ بتبلغي البوليس؟ بوليس ايه؟ انتوا ناسينا ان احنا مش فرنسويين؟ يعني عمر البوليس ما هيعبرنا. بس انا رح اعرف كيف بدي اخد بطاري. الانتقام عمره ما يوصلك لاي نتيجه. خايفه عليكي قوي يا امل، خدي بالك من نفسك. الخوف هو اللي بدمرنا، بس انا رح اقاوم لاخر لحظه. على فكره يا بنات، انا خلاص قررت ارجع مصر. مش ممكن يا عايده، انا ما نقدرش نعيش من غيرك. انا بعرف قد ايه كان صعب عليك تاخدي هالقرار، بس بالنهايه كل واحد منا بده يشوف وين سعادته ويعملها. مشان هيك انا كمان قررت اتجوز كمان. برافو عليكي، ده احلى خبر سمعته في حياتي. طب وفريد؟
بعمري ما رح انساه. بس كمال الانسان الوحيد اللي حسيت معه بالامان. وانت يا سعاد ناويه تعملي ايه؟ هغني لكم في المناسبه الحلوه دي. نسم علينا الهوى من مفرق الوادي، يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. نسم علينا الهوى من مفرق الوادي، يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. شو بينا شو بينا يا حبيبي شو بينا، كنت وكنا تضلوا عنا وافترقنا. شو بينا شو Roger. Oui. Est-ce que tu arriverais à pardonner à une personne qui a vécu toute sa vie dans l'erreur? Bien sûr. Si cette personne est prête à changer sa vie. Je te le promets. Alors on récite la Fatiha. La Fatiha? Bien sûr. Comment tu la connais? Ma mère, elle est algérienne. Elle est musulmane. C'est vrai? Oui. Alors, recite la Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. أنا هعوضك عن كل حاجة خسرتيها في الدنيا. بعوض يعني ابني مش ممكن يتعوض. ابنك هيكبر وهو اللي هيدور عليكي. هو في أم بتتنسي؟ ما أقدرش أستنى لحد ما ابني يكبر وهو اللي يجيلي. لازم يحس إني عايزاه وإن أنا اللي بدور عليه. يا حبيبتي اسمك ابتدى يتشهر هنا، هتبقي رسامة عالمية. فكري بقى ما تضيعيش علينا الفرصة. عمر أنا اشتريت التذكرة وراجع مصر. وأنا بعتيني بالسهولة دي. ما أقدرش أبيعك يا عمر. بس عمري ما هعرف اسعدك طول ما انا حاسه ان ببني سعادتي على سعاده ابني اللي ملوش ذنب في حاجه. عايده انا ما اقدرش اعيش من غيرك. ولا انا راجعه مصر ومتاكده اني هلاقي حل لمشكله تامر، وساعتها يا سيدي هرجع لك واقول لك شبيك لبيك حبيبتك بين ايديك. خلاص اجي معاك مصر، بس توعديني ان احنا نرجع سوا. من غير ما تيجي معايا اوعدك اول ما حل مشكلتي هنكون مع بعض في اي مكان في الدنيا. أنا مش عايز أودعك علشان عمر ما هيبقى في وداع بينا. تعالي نتكلم في البيت احسن. البيت ما تغيرش زي ما هو. البيوت ما بتتغيرش،
احنا اللي بنتغير. انا مبسوط انك رجعت لعقلك، نسيت الكلام الفارغ اللي ضيع لك 4 سنين من عمرك. عشان كده انا مستعد ان اسامحك ونرجع زي الاول. ماما انت هتقعدي معانا على طول مش كده؟ مش هتسافري تاني؟ انت عارفاني طول عمري راجل عملي، وعشان ما يحصلش اي خلاف لازم نكون متفقين على كل حاجة. انا اذنك لحظة. وحشتني قوي يا حبيبي. اصل بابي كان بيقول عليكي وحشة وانا كنت بسمع الكلام. انا عايزك تمضي على الورقة دي عشان رجعنا لبعض يبقى على نور. ورقة ايه؟ ده تعهد انك تتفرغي لتربية ابنك تماما، ده شرط رجعنا لبعض. ومين قالك اني عايز ارجع لك؟ انت عمرك ما هتتغير. في الحالة دي مش هتشوفي ابنك. لا يا بابي دي مامي وانا هشوفها. كان ممكن تعمل ده وانا برا، انما دلوقتي بعد ما رجعت مفيش قوة في الدنيا هتمنعني اني اشوف ابني، حتى لو هدفع حياتي كلها تمن لده. انا منعك. وانا كمان همنعك. ابنك عندك اهو، امنعه. والورقة دي بقى تبلها وتشرب ميتها. يلا يا تامر. باي بابي، يمكن اعدي عليك بكرة. أنا كنت متأكدة إنك رح تجي. مكان الأول لأشوف كل هالتعب. تعب بخلي الوضع أكبر. يا بنت الكلب، وين كنتي مخبية كل هالشي؟ زعيم نايم، ما حدا يزعجه. على الأيروبور شارل دو غول.
كمال، انت الانسان الوحيد اللي حسيت معه بالامان. ولما نمشيت من باريس حسيت اني مش رح اقدر اعيش مع اي حدا تاني غيرك. على العموم انا حاخدك على مكان دلوقتي، انا عارف انك بتحبي قوي. ومن هاللحظة انا معك باي مكان. قبل الله. بصي